السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء من الصف السابع في منهاجنا الأكشن باك أكتيفيتي بوك. اليوم في موديول 2 Fighting Global Warming محاربة الاحتباس الحراري رح ناخذ page 14. Let's start together our first section. Vocabulary المعاني. Match the words. Climate with the change تغير المناخ. Carbon dioxide. Global warming, earth, atmosphere. إذن climate change تغير المناخ, carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون, global warming الاحتباس الحراري, earth's atmosphere الغلاف الجوي الخاص بالأرض. 2. Now fill in the blanks with the correct pairs. Climate change طبعا من السؤال الأول. Climate change is not the same as G is not the same as global warming. Global warming means the temperature of the Earth. Earth what? Earth's atmosphere. غلاف الجوي تبع الأرض goes up every day. We need see. We need carbon dioxide. نحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون in the atmosphere in order not to freeze. But now we have too much carbon dioxide in the atmosphere and that's making the air too warm. It is our fault. Now we will start with the grammar. نبدأ بالجرامر. لدينا الامبراتيف. امبراتيف في حالة الأفيرماتيف يعني فعل الأمر في حالة المثبت. ماذا قلنا عن فعل الأمر في حالة المثبت يا سابع؟ يأتي بدون أي إضافة يعني يأتي base form أو ممكن نحكي إنه بيجي infinitive. بيجي هذا الفعل infinitive يعني مجرد من دون أي إضافة. Question 3. Underline the correct form of the verbs. A. Walk, walks to school. طبعا walks خاطئة لأنه فيها إضافة. B. Plants, plant trees in your garden. Plants ولا plant؟ طبعا plant. Plants فيها إضافة. C. Turns, turn down the air conditioning. And wears, wear cool clothes in summer. Turns, turn. طبعا لدينا turn دون الإضافة ولدينا wear دون إضافة. Let's complete. We have D. We wear warm clothes in winter. طبعا قلنا من دون إضافة إذن الإجابة هي wear. Turn off turns off your computer when you don't use it. Turn off ولا turns off؟ يلا يا سابع طبعا turn off من دون إضافة لازم يكون عندي الverb base form أو infinitive verb. F. Brush brushes your teeth with the water tap off. عندنا brush brushes طبعا brush من دون الإضافة. منذكر في حالة الأفيرماتيف إذا كان عندنا imperative بدون إضافة. هلا الإمبراتيف في حالة النيجاتيف. شو يعني نيجاتيف؟ يعني لازم أشوف إيش not أو ممكن أشوفها بالاختصار ها. طيب imperative اتفقنا مع بعض إنه هو عبارة عن فعل الأمر. هو فعل الأمر. فعل الأمر في حالة النفي بكيف بننفي؟ بننفي باستخدام don't. ما بننسى بننفي باستخدام don't. طبعا بعد أفعال الدو شو بيجي عندي الفعل؟ لازم يجي عندي الفعل إيش؟ مجرد مجرد base form. okay yeah. Underline the correct form of the verbs. A. Don't drive, doesn't drive to work. مباشرة شو النفي بالإمبراتيف؟ don't. don't drive ما بحكي doesn't. طيب do not play. do not على فكرة نفس اختصار لما نحكي don't. إذا do not أو don't. طيب do not play ولا don't plays؟ هلا don't صحيحة لكن الأس خاطئة. إذا هاي الإجابة خاطئة لأنه بعد أفعال الدو لازم يجي الفعل يعني مسح كنا مجرد. فالإجابة الصح do not play. أوكي إذا الإجابة الصح عندي do not play.
Doesn't throw away, do not throw away your supermarket bags. طيب doesn't خاطئة مباشرة، احنا بننفي ب do not او ب don't، اذا ننفي ب do not او ب don't. Do not leave, does not leave. شو حكينا؟ does not خاطئة، والصحيح عنا do not او don't leave. Don't take, do not takes خاطئة، عنا ايش صحيحة؟ don't take، صحيح عنا don't take. The last question for today is about simple present and adverb of frequency. في عنا اتفقنا أول إشي بداية simple present هو عبارة عن المضارع البسيط، إذا هو المضارع البسيط تمام. و adverbs of frequency هي عبارة عن، درسنا كان لهاي الوحدة عبارة عن ظروف التكرار، يعني كم مرة بتكرر معي الموضوع، وشرحنا مع بعض وحتى عن طريق البي دي اف موقع ظروف التكرار بيجي مباشرة بين الفاعل وبين الفعل الرئيسي، يعني never never عنا كاتبين لنا هون تنتين، طبعا never الأولى هي الصحيحة و never الثانية طبعا هي الخاطئة. B we always reuse always our paper at home. طيب عنا always تنتين، وين اللي موقعها صح؟ طبعا هاي اللي موقعها خطأ راح نعملها cross اللي هي الثانية. ليه؟ لأنه حكينا always أو adverbs of frequency بتيجي ما بين الفاعل وما بين الفعل الرئيسي. My friends sometimes come sometimes to school by car. طيب عندي sometimes مرتين، راح أحذف الثانية مباشرة، راح تيجي قبل الفعل الرئيسي come. I never remember never to turn off the lights. Never never. يلا يا سابع، طبعا هاي اللي راح يتم فيها الحدث وهاي هي الصحيحة. E my father sometimes cycles sometimes to work. إذا هاي cycles الفعل، هاي هي الصحيحة وهذه هي الموقعها خطأ. F my friend and I never walk never to school. لدينا never مرتين، never الأولى هي الموقعها صحيح وهي بين الفعل الرئيسي وبين الفاعل. That's it for today. Your homework is on page 15. Thanks for listening. Teacher Riham Gemmas.